augure tout de suite le conseil. Raf Mag, le conseil. يلا نبداو بتدوينه بعد نرجو نحكيو على اللقاء التاريخي والمهم بين رئيس الحكومه ومن عام الاتحاد العام التونسي للشغل رفيق عبد السلام القيادي بحركه النهضه اللي صار مدمن على التدوينات في الفتره الاخيره ينشر تدوينه يدعو فيها رسميا الى انتخابات تشريعيه ورئاسيه مبكره. قال في ظل وجود مجلس يتسم بالتشرذم ولا يتيح استقرار في مؤسسات الحكم في ظل ما هو صاير في المشهد السياسي والتجاذب وغيره فإنه الأمر الواقع صار تقريبا محتوم. هذه الفكرة مش الكلام بالحرف. الخيار هو إعادة الأمانة لصاحب السلطة يعني الشعب سلطة الصندوق إرادة الشعب والانتخابات المبكرة. رف مجور الأعداد الاقتراح هذا هل هو الحل اليوم في تونس وقت اللي يجي من حركة النهضة ناخذوه بعين الاعتبار؟ هل صار اليوم توجه رسمي ولا هذا التكتيك تصريحات كلام رفيق عبد السلام وانتهى الموضوع؟ مراد اثنين علاش اثنين الحل الناس كل تحكي عليه تقريبا علاش كعطاه رفيق عبد السلام عطيته اثنين؟ اولا رفيق عبد السلام هو حاشيت راشد الغنوشي معناها باش نكونوا واضحين من الكلام لا يمكن ان يكون بريئا ولا يمكن ان يكون بعيدا عن مراكز القرار في حركة النهضة. شنو جديد في كلام رفيق عبد السلام؟ مش فكرة الانتخابات المبكرة التشريعية، هي الانتخابات المبكرة الرئاسية، خاطر حل المجلس وي مطروح افكتيفمون اليوم تنجم تقول وانه الصورة العامة للمجلس اليوم معطل لنفسه ومعطل لدواليب القرار في البلاد. لكن رئيس الجمهورية علاش تحشر فيه في مسألة إعادة الانتخابات؟ رئيس الجمهورية اليوم عنده شعبية تاريخية، معناها نادرا في الديمقراطيات أنه بعد عام ونص من ممارسة السلطة تلقى رئيس الجمهورية عنده شعبية تفوق الـ 40%، دليل أنه الشعبية هذه مستوطنة في عدد محترم جدا من التوانسة. هذا يدل على حاجة، هو أنه اليوم حركة النهضة ما لقاتش حل مع قيس سعيد. قيس سعيد قاعد يفسد كل المشاريع وكل بلان A والبلان B والبلان C اللي تحب تعمله نهضة تلقى قدامها قيس سعيد. وأخطر من هكا، حركة النهضة فاهمة اليوم اللي قيس سعيد قاعد يخذلها في الخزان الانتخابي متاحها، وهي حاجة جديدة بالنسبة لها. هو كان نعملوا أن شيما وأختم رفيق، الخزان متاع حركة النهضة المتطرفين أونتر كيمي منه قاعد يخذين فيه يخذ فيه ائتلاف الكرامة بشوية بشوية اللي هو زادة قاعد يطلع، والمعتدلين منه قاعد يخذ فيه قيس سعيد. جو شيماتيز دونك اليوم حركة النهضة أمام منعرج تاريخي وتحس وانه فما خطر كبير. دونك الاقتراح الكل التشريعيه فيه وعليه وناس الكل تحكي فيه، الرئاسيه خطوه جديده جدي ولا مش جدي؟ جدي ولا الرئاسيه ماهوش جدي؟ باهي هو البرلمان اللي يهمني انا، البرلمان مش الرئاسيه. البرلمان ما يتحل هو اليوم يعرف رفيق عبد السلام اذا كان ما نجموش كان نصدقوا كل يسب ستلعات الراي وغيره كذا، انه كان باش يعمل اليوم مش يجي في المركز الاول، باش يخسر الرياده، باش يخسر الحكم، سيكون حزب الدستوري الحر هو الحزب الذي سيبحث على تكوين الحكومه. نهضه عندها حسابات اخرى، لانه تقول لك اليوم وانه الحزب الحر الدستوري ماهوش حاضر. ما نساوش حاجه، راهو الحزب الحر الدستوري عنده نقاط قوه وعنده نقاط ضعف. من نقاط الضعف نتاعو يقال اليوم وانه ما عندوش مكاتب جهويه كاسحه، ما فماش شخصيات على المستوى الجهوي، كل شيء متركز على عبير موسى. هذاك علاش تلعب نسب معاه، ولكن بالنسبه لحركه النهضه اليوم هذا اختيار ينجم يلم الناس حول حركه النهضه. ناخذ راي طارق بعد شويه، نمشيو للاخبار. سالم هلال تو سويت اي اف ام اكسبريس. اي اف ام اكسبريس. مرحبا. تسجيل 24 وفاة و 1847 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 581 حالة شفاء بعد إجراء 7750 تحليل مخبري. إيقاف حمولة جديدة تتقدر بقرابة 600 حاوية من نفايات الإيطالية الموجهة لتونس بعد الكشف على جوانبها الاخطيرة. رئيس الحكومة يقول أنه البلاد تعيش وضعية اقتصادية واجتماعية اخطيرة برشا والمقدرة الشرائية للتونسي انهارت وباش يتم العمل على المحافظة عليها. نور الدين الطبوب يقول بعد توقيع اتفاقية مع الحكومة أنه الاتحاد منفتح على العمل مع كل الأطراف لإنقاذ المؤسسات العمومية وباش يتم إصلاح 7 مؤسسات عمومية حالة بحالة. هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ما تلقاتش أي طعن من أي جهة بخصوص قانون المحكمة الدستورية بانتهاء الأجل القانونية البارحة. وزير الخارجية الجزائري أدي اليوم زيارة لتونس وباش يتم تنظيم جلسة عمل على العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تخطط الإلغاء العقوبات اللي فرضها الرئيس السابق ترامب على المحكمة الجنائية الدولية. موعدنا يتجدد في أخبار الثمانية، ما زلتم مكملين مع رفمك. مثلنا مواصلين معكم في الرف مج، ونذكركم بعد ربع ساعة الموعد يكون معاه مليون للربح من إهداء ليلة. سهل برشا باش تلعبوا معنا، تمشي وتعملوا تسكاني والكيوير كود متاع البرودوي اللي كنا حكينا عليهم، دابوزة الليكيد فيسيل، دابوزة الجافيل والليسويتو ليلة ماكسي سبيسيال برومو رمضان، وإلا تدخلوا على الباج فيسبوك وينتلقاو غادي الليان ليلة برودوي دو نتواياج ليلة بابي. مليون للربح يستنى فيكم بعد ربع ساعة من توا من عند ليلة. اقعدوا معنا، نرجع لكم بعد الفاصلة. راديو دوريمي باي يافان 88.6 بمناسبة مهرجان الأغنية التونسية، يافان تحط على ذمتكم راديو جديدة خاصة بمهرجان الأغنية التونسية، فيها كل ما يخص المهرجان، تصريحات، كواليس وبث مباشر للسهرات. ملت برانشة من توا على 88.6 وأسمع راديو دوريمي باي يافان. راديو دوريمي بنة الموسيقى التونسية. الكوجينة لازمها حذاقة، صنع، نظام وفيانة. الكوجينة لازمها قلب وقلب كبير. هذاك علاش تن حلق الواد يوفر لك أحسن ما عنده باش يخليك تتفنن في غرامك. تن حلق الواد من القلب للقلب. السيد أحمد راجل مجدي وصاحب مشروع منظم، كرافاته ديما مسنترة وما يروح من البيرو كان ما عاد فوقه حتى ورقة. هذا الكل يقوم ساعات في عز الليل خاطر تفكر تصليحة في فاتورة، ويسرح في الفطور مع العائلة خاطر مش ثابت اللي خلص واحد من الفغنيسور متاعه. كان كيسيد أحمد تنجم تعمل على Solution Integrée de Gestion d'Entreprise Swiver، وفي انترفاس واحدة على الكلاود تتحكم في أفارياتك الكل من أي بلاصة وفي أي وقت. لأكثر معلومات زور موقعنا swiver.io. Swiver، صحة مشروعك وراحة بالك. الاكسيدون هي لحظة مقرينة لهاش حساب. الإحصائيات تأكد أن ارتفاع مؤشر الخطورة نتاع حوادث الطرقات بسبب العجالي المهربة وصل ل 65%. عجالي من غير هوية وماهيش مطابقة لمعايير السلامة، دون رقابة لا في الصنع ولا التخزين. الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، يحذروا من استعمال العجالي هذه. أونيكس، تورك، هيفلي، كريستال، أوفاسيون. في صورة وقوع حادث لا قدر الله، مستعملي العجالي المهربة يعرضوا حياتهم للموت وحتى حقهم في التعويض مش مضمون. وسائل النقل اللي تستعمل العجالي المهربة باش تترفض في شهادة الفحص الفني والتأمين على قريب نظراً لخطورتها. وباش تتأكد أن العجلة متاعك مطابقة للمواصفات، اطلب فاتورة الضمان من عند البائع. استعمل عجالي آمنة واختار سلامتك. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، يتجدد اللقاء مع عشاق الأغنية التونسية. اكتشافات وإنتاجات جديدة، سهرات وندوات ولقاءات بين أجيال الفن التونسي. مهرجان الأغنية التونسية في دورته 20 من 30 مارس إلى 3 أفريل بمدينة الثقافة. مهرجان الأغنية التونسية مع EFM. Le printemps est sous le signe du cocooning à Fatal. Vos produits de soins préférés sont à partir de 20% de remise dans tous nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée. حسن الفرنسي متاعك ولا متاع صغارك، عليك بالانستيتيو فرونسي، المركز المعترف به من وزارة التربية الفرنسية. السيسيون الجاية تبدا في افريل وماي، والانسكريبسيون تنجم تعملها اون ليني من توا. الانستيتيو فرونسي موجود في شارع باريس في تونس، المرسى، المروج، بيجا، نابل، حمامات، سوسة، صفاقس، قبلي ولا جابس. والاكثر معلومات كونيكتي على الباج فيسبوك متاعنا انستيتيو فرونسي دو تونيزي، ولا ابعث ميل على allo.ift2021@gmail.com. خبر عاجل، زوز كراهب للربح. اي نعم، فضل توتال اليوم تنجموا تربحوا زوز كراهب. مالا باش تكون واحد من ساعدي الحظ، تعدى في سعل اقرب بوينت فون توتال المشاركه باش تدخل في القرعه وتربح زوز كراهب وبرشا كادوات اخرين. وزيد تمتع بتخفيض على الزيت يوصل حتى ل 20%. اكثر معلومات على الباج فيسبوك توتال.
فريتوز، ميكسر، بلندر، باتر، فرجدير ولا التلفزة. من 29 مارس وحتى 18 أفريل امشي لأي مجازان باتام وعمل سيلفي مع الارتيكل الإلكتروميناجي اللي تحب تجهز بيه كوجينتك في رمضان، وابعث التصويرة ومعها الكود ارتيكل اللي تلقاه عند الفندور على الباج فيسبوك باتام. وكن خرجت في القرعة باتام تهديهولك. باتام، أعز ما تختار. بحذا بكيرتي تحلى السهرية، ننسى روحي ندللها هي. عملت لي حليب، عملت لي حليب، حليب فرش قوم الحليب. بتبيع البقرة كي تبدأ فرحانة تعطينا أحسن ما عندها، هذاك علاش في ناتيلي نعطيوها الدلال باش تعطينا حليبها بيه ذو جودة عالية وتعم الحليب الأصلي. ناتيلي بتبيع خير. في ام جي فما عليش قضية رمضان بتسمي علينا، ومن 26 مارس حتى ديلة النص ام جي وكلير يقولوا لكم امشي ويجا واربح حويجا. نص تزينة بألف وتزينة بخمسين مليون. كي تعدي الكارت كلوب ام جي في الكيسة ستة مرات نجم تربح مليون، وكي تعديها 12 مرة نجم تربح كرهبة قيمتها 50 مليون. ام جي أعز حاجة عندك كل يوم. راف ماغ البرنامج الصباحي رقم واحد في تونس. السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في الرفمة مواصلين في الكونسي، وحديثنا قبل الفاصل كان على تدوينة رفيق عبد السلام القيادي بحركة النهضة اللي طالب في التدوينة متاعه بالذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. طارق تكتيك طلب رسمي، طلب ناخذوه هذا كلام حركة النهضة اللي باش يتقال بروشينمون وقريبا في وسائل الإعلام، رغم أنهم يعرفوا أنه الأرقام مش في صالحهم اليوم كيش تقرأ. وهل هذا هو الحل؟ أنت كطارق العليمي اليوم في المشهد السياسي المقزز، هل الحل هو العودة للانتخابات مع العلم أنه الأرقام تقريبا ستعطي باش تعطينا نفس المشهد مع تغيير في المراكز؟ وهل كلام رفيق عبد السلام تكتيك ولا هو طلب رسمي للنهضة؟ أنا أول حاجة خلينا نجاوبك على تدوينة رفيق عبد السلام، عطيت واحد الحقيقة السؤال الأولاني على مستوى الشكل، ماذا يفعل رفيق عبد السلام؟ هل أنه هو رجل فيسبوك عنده المود باس متاع الكونت أوفيسيال متاع النهضة؟ خاطر الحقيقة مرة فيه كان أنه بصدد أنه يكون بوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هاو فلان بيه، هاو فلان عليه، هاو فلان كذا، هاو فلان كذا. ثم حاجات ما تنجمش تبدل جلدك، ما تنجمش تولي ضامر في ليلة ونهار، ما تنجمش تولي تعرف الكلاش بوليتيك في ليلة ونهار. مثال، شارجع روحك، خلي روحك في كرسيك اللي انت فيه، الانسان اللي عندك على الاقل المعدل. لكن هل الدراباج اللي صاير هذا في مسار رفيق عبد السلام، انا حبيت نفهمه ما هو الدور، واذا كان الدور نتاعه انه باش يكون الناطق غير الرسمي لحركه النهضه فانه سيكون فاشل. الرسمي غير المعلن بلوس، صحيح، سيكون فاشل في هذا الدور لانه غير قادر على انه لا يقنع. هو يرى روحه ناجح لعلمك، انا نحلل فيما اراه، لن يكون قادرا على اقناع النهضه من الداخل، النهضه من الخارج، المريدين، المحبين، مش في يقنع. مش هو البروفيل اللي نجم على الأقل يرجع النهضة لمكانة عاطفية مع مريديها ومحبيها. هذا واحد. اثنين، هذه مجرد تدوينة فيسبوكية لا أكثر لا أقل. اعتقادي النهضة بيدها ما يساعدهاش اليوم إنها تعاود تمشي إلى انتخابات، وإنها تدخل. هو الوش يقول فيها شو الهدف فيه؟ لا، من مقولة رانا نحن ما نخافوش، وتحبوا تحلوا المجلس حلوا المجلس، وتهديدات السيد الرئيس راهي ما تعنيناش، ورانا نحن قويين على الميدان، وراو عندنا خزان انتخابي، وهاي نمشيو. لكن هاي نمشيو، ورد بالكم نمشيو، هاي نمشيو للأعداء، ولكن في الداخل ان شاء الله ما يقولش هاي نمشيو، خاطر كان نمشيو للانتخابات يولي فيها اشكال. ولو انه المشهد الانتخابي كما قلت، ربي سامحني قص عليك، ناس مقبله يعمل هكا وانا نتاع صرخت له الفكره الكل كيمشي يا على خاطر ما قلت له رغم اللي انت عاطي تسعة معناها دوك مش مشكون فرد تحليل. لا هو علاش تسعة؟ نرجع لك وكما قلت انت ونختم لك، انه اعاده المشهد الانتخابي ستفرز براتيكمان نفس الوجوه يظل مراد بنسب مختلفة، الأول يولي الثانية، الثالث يولي الثاني. ولكن مالوروزمون اللي يخلي المشهد السياسي هو بيدو مش باش يتغير، انه الناخب اولا عزف على الصندوق
انه ثم اغلبيه صامته تتكلم في حلقات ضيقه وما تلقاش البروفيل اللي تنجم تمشي تصوت له. وثالثا تعرف الانتخابات ثم خزان انتخابي واضح على الاقل قطبي الاستقطاب اللي مش على النقطه المهمه اللي هي رايك انت من غير تحليل هو الحل ام لا اليوم العوده للصندوق؟ ماهوش حل لانه اللي باش يقترع باش يعطي نفس الاصوات. دونك نخليوا المشهد بهذا في انتظار نلقاو حل. عقلاء تلقى لنا حل في انتظار انتخابات 2024 وان شاء الله الناخبين يلقاو حل وقت باش يمشي يحط الورقه نتاعو في الصندوق. السؤال الثاني الموضوع الثاني نحكيو فيه في الكونسي نحكيو على اللقاء البارح والاجتماع والبيان الممضى ثنائيا بين رئاسة الحكومه